تعال على البيت، عندي اخبار بدي اقول لك اياها. ماشي كاينات، رح حاول. لا تحاول، تعال. اوكي باي. ماشي باي. شو قال لك؟ شو عم بيصير معها هي؟ من امتى صارت تهتم بلبسها لهالدرجة؟ ما بعرف شو القصة، بس في شي عم بيصير. عن جد شبه لتكون عشقانة؟ عن جد بعد يلي صار الامور تغيرت، وشي خوات تركني وخسرت شغلي، عم تفهم علي؟ ليك انا هلا مضطر روح، بدي شوفها للمدام اليوم. بهالسرعة؟ عن جد مانك قليل. تعرف انا دائما بخلي خياراتي مفتوحة، انت كنت غبي لما علقت بمشكلة شي خوات. انت لازم تتعلم تمشي امورك من غير ما تتورط باي مشكله. قضيت كتير وقت مع شيخوات واخذت مصاري منيح. ايه، وحتى هو اللي اعطاني الدفعه الاولى للبيت. انا بعجبك. تاكد انه يدفع لكل شيء، والا ممكن يسرب صوره او مقطع فيديو. ايه شو هذا، نوع بروتين جديد قصدك؟ هذا إيه؟ طبعا يا زلمه، بروتين خارق وبيضاعف كتير نمو العضلات. حساب حسابي لكان، تعرف النسوان الكبار بيحبوا العضلات كتير. شوف، وهي الخالة رقم 2 عم تتصل. أنا كتير فخور فيك. يلا قلي، شو مخططك مع الليلة؟ بدي أخدها لحتى تشتري تياب. طبعاً التياب من شاني أنا. يلا نمشي.